السلام عليكم. اليوم نعود إلى القطب الجامعي نتاع سيدي عبد الله، حيث أن الأشغال تبدو أنها قد تقدمت بالنسبة لآخر فيديو اللي درناه، هذه مدة تقريب عام، حيث أن فيه أشغال تاع التغليف والتهيئة الخارجية، واللي أعطت يعني النمط العمراني تاع الجامعة والتصميم أعطت له زخم جديد، ونشاهد أنه فيه يعني تحسن في الصورة تاع الجامعة اللي كانت في الأول كانت نوعا ما غبار ورشة، يعني الآن فيه تقدم في الأشغال. نخليكم تتابعوا الوضع الحالي نتاع المشروع هذا، اللي نذكر أنه يحتوي على عدة تخصصات جديدة في عالم المعرفة والرياضيات والذكاء الاصطناعي وكل ما هو جديد، يعني من الناحية الاقتصادية والعلمية، وكذلك أن هذا القطب الجامعي في يعني في المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله، اللي سوف يكون إضافة أكيدة من الناحية العمرانية للمدينة تاع سيدي عبد الله، يحتوي على يعني يتربع على مساحة 6 هكتارات، ويحتوي على 20,000 مقعد بيداغوجي تم افتتاحه العام اللي فات، وما زال هذا العام يزيد يفتح أجزاء أخرى، لكل عام يعني افتتاح ل 2,000 إلى 4,000 طالب، حتى يصل العدد إلى 20,000 طالب مع نهاية الأشغال. إذن نخليكم تتابعون ما تبقى من هذا الفيديو، والسلام عليكم.